زوينين، الناس اللي باغين شقة منطقة سيد رحال الشاطئ. جيت لكم اليوم واحد لابارتومو اللي باقا ديسبونيبل في الريتشوسي. هذا لابارتومو اللي الماتراج ديالها 62 متر كاري، فيه جوج بيوت ناس، جوج حمامات، صالون كبير، كوزينة ولاكور. هذا لابارتومو اللي بعيد على البحر تقريبا شي 8 دقائق على رجليك، قريبة المحلة التجارية، قريبة البيم، حداك حداك المخبزة، حداك الحمام، حداك جميع المرافق العمومية. على بركة الله كيف ديما غادي نبداو من لونطخي ديال الشقة. هذا هو لونطخي ديال لابارتومون. شوف ما هي لونطخي، هذا هو لونطخي ديال الشقة. حنا جينا لونطخي ديال لابارتومون. على لونطخي كاين الحمام الرئيسي اللي هو هذا. شوفوا معايا الحمام الرئيسي ديجا كبير ومتيسع. شوفوا معايا هو الحمام الرئيسي ديال الشقة. مشيو من الحمام غادي نمشيو لا شومبر بارونتال. غنبداو ايتاب باغ ايتاب باش نشوفو لاباطومو كاملة. لا شومبر بارونتال اللي جا فيها الحمام ديالها غراتوي في الميتراج ديالو. شوفوا معايا هي لا شومبر بارونتال، ديزاين تبارك الله رائع. كما قلت لكم هذا الحمام اللي كتشوفوا معايا هنا غراتوي من عند البروموتور داخل في شهادة الملكية. هو الحمام بارونتال تا هو جا غراتوي مع لابارتومون. دي لا شومبر بارونتال. نمشيو من لا شومبر بارونتال غادي نمشيو لا كويزين ايكيبي اللي جات هي تبارك الله بواحد ديزاين رائع وجات معزوله على الصالون. شوفوا معايا هذه هي لا كويزين ايكيبي، جا عندها سورتي ديالها لاكور. هذه هي لا كويزين ايكيبي، بلاوط ديالها والفرن والفران، وجات معزولة على الصالون. هذا لاكور ديال الشقة. موبرا اير بريس دو معاك 5 سكان، دونك انت هو السادس. كل ايطاج في 12 ابارتومون باغ ايطاج. نمشيو من لا كويزين غادي نمشيو ديريكت لا شومبر بارونتال اللي جات تبارك الله كبيره ومتيسعه. نرجعو لونطخي. هنا اون فاس مع لونطخي كاينه لا شومبر ديال الوليدات عفوا اللي جات تبارك الله كبيره ومتيسعه. شوفوا معايا لا شومبر ديال الوليدات تبارك الله راه كبيره. هي لا شومبر ديال الوليدات. بارطمان راه مشمشة نهار كامل. لي شومبر ديال الوليدات تبارك الله راه متيسعة وكبيرة، جات اون فاس مع لونطخي ديال الشقة. شوفوا معايا لونطخي. بارطمان راه مشمشة نهار كامل، عندك شمس الصباح من لا شومبر بارونتال او لا كويزين، وشمش عشية من الصالون ولا شومبر ديال الوليدات. هذا هو الصالون اللي تبارك الله جا اوفير تبارك الله متيسع كاري تبارك الله مربع. هذا هو الصالون ديال لابارتومون. نتمنى ما نكونش طولت عليكم في الفيديو باش نشرح لكم لابارتومون مزيان باش نتوما تاخذوا واحد الفكره على الشقق ديال سيد رحال. هذا هو الصالون. الناس زوينين، نتمنى تنال اعجاب ديالكم هاد الشقه الرائعه مع
مرحبا بكم عندنا منطقة سيد رحال الشاطئ. إلى عجبتكم لابارتمون متصل بيناتكم جميع المعلومات. نسيت واحد الحاجة، رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم الصحة والسلامة وطول العمر. شكرا على المشاهدة، الله يسخر للجميع.